يا صباح الخير مرة تانية. يعني بنقدر نقول إنه بوقتنا الحالي كتار صاروا يعتمدوا على أنفسهم بتأمين المنتجات الأولية يلي بيحتاجوها بشكل يومي. يعني رجعنا مثل قبل نحضرها بالبيت، إما بسبب ارتفاع أسعارها بالأسواق والارتفاع عم يكون غير راحم، أو بسبب شعورنا بالراحة أكثر كونه منعرف المكونات الداخلية فيها. اليوم رح نتعلم مع بعض كيف ممكن نحضر صابون منزلي من الزيت القديم، زيت القلي يلي ممكن ما نحتاجه لآليات تانية. صار معنا الاختصاص الكيميائي إبراهيم بيطار لا يعلمنا مع مشلين طريقة تحضيره. صباح الخير. صباحك إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. ورد، هلا قال ورد زيت قلي أو زيت زيتون، أي زيت فينا نصنع منه صابون؟ ممتاز. شو ما كان يكون فيه نوع. ولا مو قالين فيه؟ قالين فيه مو قالين فيه شو ما كان طمنا تماما. جميع أنواع الزيوت فينا نحولها لصابون، بس لأفضل قالين فيه. يعني تخيل نحن زيت ما لنا مستخدمينه نقعد نحضره صابون ولي مثلا لتر الزيت بهذيك الحسبة اليوم. الأول كمان نوع الزيت بيختلف حسب جودة الصابون رح ينتج عنا، يعني شو نوع الزيت المستخدمه. بس عم يعني إذا قالين فيه باذنجان مثلا فبشرتكم رح تطلع ريحة باذنجان حصرة. لا هو صابون للتنظيف حيكون، مو صابون للاستخدام أظن. هلا كل نوع زيت بيعطينا خصائص لصابون نوع معين. يلا نشوف. في نوع زيوت مثلا بتعطينا صابون قساوته عالية ولكن قدرة التنظيفية كثير خفيفة. أوكي. في نوع زيوت إذا بنحطها بتعطينا هي قساوة كثير قليلة كثير، يعني مثل زيت الخروع يعطيني قساوة كثير معدومة ولكن يعطيني تنظيف كثير عالي. فنحن وكمان كل نوع زيت في له قرينة تصبن معينة، فهو بيحتاج لكمية هيدروكسيد صوديوم. دقيقة، شو قرينة تصبن؟ قرينة تصبن يعني هلا مو كل الزيوت تحتاج نفس المكونات او نفس المقادير، كل نوع زيت فيه له مكوناته الخاصه يعني. اوكي، مختلفه عن بعد. هلا اليوم زيت زيتون الريحه نحن تمام، اليوم زيت زيتون بس انا خالطه مع زيت جوز هند شوي. يعني انا هون رح نحضر نصف كيلو، فجبت 400 جرام زيت زيتون تمام وحطيت معه 100 جرام زيت جوز هند. حلو، زيت جوز الهند ليش خلطته معه؟ هلا خلطته معه انه اذا بس تصبن زيت زيتون على الحل لحاله فرح تكون الصابونه كثير طريه عندي ودوب بسرعه. فانا لازم ارفع قساوتها، فخلطته مع زيت جوز الهند مقدار 100 جرام للنصف كيلو، يعني للكيلو بده 200 جرام. معلومه حلوه وظريفه. يعني مثل ما حكينا كل نوع زيت بيعطيني خصائص صابونه مختلفه عن الثاني، فنحن لازم نعرف كل زيت شو هو خصائصه. هذا الشيء فينا ندرسه نحن عن طريق موقع الانترنت اسمه حاسبة الصابون. تمام. نفتح عليه نحط نوع الزيوت اللي عندنا اياه هون، هو بيحط لي شو الصابون اللي احصل عليها. قديش قساوتها، قديش رغوتها، قديش فقاعات رح تعطيني، فقاعات كبيره ولا فقاعات صغيره، تنظيفها قديش رح يكون، قساوتها قديش رح تكون. اذا لقيت ضمن هنا هو كمان بكون حاطط لي رانج لكل وحده، يعني مجال معين، اذا ضمن هالمجال طلعت صابونتي فاموري تمام وصابونتي رح تطلع ممتازه. كون انا عامل الشغل يعني مطبقته تماما. خلينا نبلش نطبق ابراهيم. نحن وعم نحكي تمام عن الموضوع مثل ما قال ابراهيم، نص كيلو من الزيت 400 جرام زيت زيتون و100 جرام زيت جوز الهند. هلا الدور رح يحتاج لهم ما يعادل 72 جرام من هيدروكسيد الصوديوم او الاطرونه او الكوستيك او الصودا اش كلات الاسم، يعني مثل ما معروفه اكثر هي الاطرونه اكثر شيء. تمام، رح يحتاج 72 جرام للنصف كيلو اللي عندي. طبعا اذا تغيرت الزيوت رح اغير كميه الكوستيك او كميه الصودا. تمام. اوكي، هلا اذا لقوا كثير صعب علينا كون موقع تبع حاسبه الصابون، كمان انا منزل عليه فيديو على اليوتيوب شارح كيف طريقه شرح بالتفاصيل كامل عن الموقع، يعني شو ما يواجهوا اي صعوبه. تمام، بتذكر قلت لنا انه الاطرونه بالحلقه الماضيه بحلقه سابقه انه ما بصير نلقى نهائيا. طبعا طبعا، عشان هيك انا لابس كفوف انه الماده كثير حارقه وقلويه، فهي راح تحرق الايدين اذا جت عليها، لازم اغسل ايدي مباشره اذا جت على ايدي. اوكي، فانا راح اضيفها للصودا فوق المي. المي اللي عندي اياه هون جايب 175 جرام او 175 ملي مي، الجرام نفس الميلي بالماي، فجايب 175 ميلي، للكيلو بدي 350. تمام؟ تمام. فراح اضيف الصودا فوق المي اللي عندي اياها، مو بالعكس، راح اضيف الصودا فوق المي وحركهم. طبعا الوعاء اللي هون راح استخدمه يا اما زجاجي يا بلاستيكي يا اما معدن، ولكن ما يكون الومينو، الالومينو بيتفاعل مع الصودا وبخرب لي الطنجره اللي عندي اياها، وبنفس الوقت رح يطلع لي ابخره رح تضرني وتخرج مجاري التنفسي وغاز الهيدروجين رح يطلع عندي وغاز كمان سريع الاشتعال. فلازم يكون وعاء يتحمل حراره وما يكون مصنوع من الالومنيوم. حلو، يعني معلومات تفاصيل ممكن نحن نغلط فيها لانه عم نشتغل بالبيت، عم يخبرنا عنها ابراهيم، كثير مهمه مثل ما قالت، ازاز او بلاستيك. بس بدي اسالك سؤال، حميت الزيت؟ هلا الزيوت حميتها لدرجه حراره تقريبا 40 درجه مئويه. هلا في عمليه تصبن، في صناعه صابون على الساخن وفي صناعه الصابون على البارد. هلا نحن رح نصنع على البارد لانه درجه حراره 40 ل 50 درجه مو كثيره، بينما الساخن وصل لدرجات حراره اكثر من هيك بكثير،
وبنفس الوقت الساخن فيه العمليات غسيل لاحقه وبكون كميه الصودا فيه كثير عاليه، وذاك بيستخدموه المعامل الكبيره حتى عمليات الغسيل بيستخلصوا منه الجليسرين وبيبيعوا الجليسرين خام لحال. اما نحن هون ضمن عمليتنا على البارد فرح نحافظ على الجليسرين ضمن الصابونه عندي، فرح تكون الصابونه تبعيتي اجود ومواصفاتها احسن، ولكن رح تحتاج وقت بعد التصبغ مده شهرين حتى احسن استخدمها. شهرين بين الشهر والشهرين حتى يكون عملية التفاعل كلها تتمت بشكل كامل. أوكي، معناتها إحنا درجة حرارة الزيت تقريباً 40، عم بيقول على البارد بس مو على البارد بارد، يعني هو 40 ده حرارة يعني فاترة. هيك فاترة. هلا هون اذا لاحظتوا هلا هون محلول هيدروكسيد الصوديوم او محلول الاطرونه صار كثير ساخن وذاب، هلا صار فيني اضيفه فوق محلول الزيوت اللي عندي اياه. تمام. هلا طبعا اول ما اضيف المحلول الاطروني فوق الزيوت اللي عندي راح يتشكل التصبغ مباشره، راح يتحول لونه للون حليبي، وراح اقوم بعمليه التحريك مع الاضافه حتى يتجانسوا كلياتهم مع بعضهم البعض. اوكي تمام. هلا فيني احرك بايدي اذا حابب، ولكن راح تكون مده التحريك اطول، فانا عشان هيك جبت الهاند بلندر عشان احرك فيه. اوكي انتم ملاحظين السريع صاروا صابونات بلشوا مثل صابونه فارطه لهلا بلشت لزوجتها عليت. هلا عم بلش عمليه التصبغ اللي عندي اياها، عم حرك شوي هيك وشوي هيك، طبعا فيني حركة ما حكينا بالمعلقه بس، ولكن انا بس اسرع عمليه التفاعل عم حرك بالهند بلندر اللي عندي اياها. مثل ما ملاحظين صار قوامه هيك كريمي، صار سميك كثير، وكما زودت التحريك اكثر رح يصير قوامه اعلى واعلى. اوكي هلا بهالعمليه هلا هون بهالمرحله فيني اضيف عطر اذا حابب، وفيني اضيف صبغه اذا حابب اي نوع صبغه، وفيني احط اذا بدي اكسيد تيتانيوم حتى يعطيني اللون الابيض الابيض للصابون. لحظه شو ابراهيم، غير انه علمتنا الطريقه بدك تكتب لنا معادلات التصبغ اللي بتصير من الصفر كم معادله 16 17 وحده ورا بعض؟ هلا لا هي عباره هو بيجي الصابون بنيته الاساسيه هو جليسريدات، فبصير اول شيء عمليه حلمها بتطلع عندي جليسرين وحموض دسمه حره، حموض دسمه الحره بتفاعل مع اكسيد الصوديوم. بصمت لك خلص ما في داعي خلص بطلت اتعلم. بحط شويه عطر تقريبا للكيلو بدي 30 جرام عطر مو اكثر من هيك، فالنصف كيلو بدي 15 جرام. تمام وبحرك. هلا ما راح زيد التحريك اكثر لانه بلش يعطاني القوام الصابون بلش يعني السماكة اللي بدك اياها. تمام هلا لو حركت اكثر رح يصير سماكته اكثر، ولكن ما رح احسن صبه بالقوالب اللي عندي اياهم، رح واجه صعوبه. السبب؟ لانه صارت لزوجته كثير عاليه، يعني ما عاد فينه ياخذ شكل القالب، يصير كتله وحده. اوكي. فانا ما بدي يصير كتله وحده، بدي اضل رخو وبصبه بالقوالب اللي عندي اياهم. طيب بس سؤال، اذا طلع عملناه بالبيت وطلعت سماكته زياده مثل ما عم تقول ما عاد ينصب بالقوالب، شو ممكن اعمل ولا خلص على الكب؟ هلا هو لازم اول شيء الواحد لازم يكون كثير منتبه للنقاط انه ما يحاول يوصل سماكته اكثر من هيك بكثير. هلا ممكن يصير سماكته كثير عاليه انه واجه كثير صعوبه بيصبه، ساعتها رح يكون كتله واحده، ولكن يعني هو كثير صلب بس ما رح يكون بالصلابه انه قطعه واحده حجر، لا تمام. بس ما رح ياخذ شكل القالب اللي عندي، يعني يطلع شكله ما حلو. انا بس عشان جماليه الشكل اللي عندي فيني ارفع حرارته شوي، ولكن رح اخرب شوي زيوت رح زيد مع عمليه التصبغ، فالافضل انه خلص اتبع. رح نشوف القوالب، هن قوالب مثل تبع الشوكولا، قوالب سيليكون. تمام. فيني حسب القوالب اللي عندي، في عندي هون القوالب، في قوالب الورد اللي عندي هذا مثلا، يعني القوالب اللي عندكم اياها فيني اذا بدي مثلا اي صينيه عندي اياها مثلا الى قطر سماكه بحط بسفله مثلا ورق كيس نايلون وبصب فيها، ثاني يوم بقدر اشلحها من القالب واقسمها مثل ما بدي. اوكي فنحن بس رح نلاحظ حتى بالقوالب اللي عندي اياها. يعني فينا نقول لها عزيزتي لا تتفنني بالمقادير مثل ما بتتفنني بالطبخة، على القد على القد. تمام. هلا صناعة الصابونة مثل ما حكينا فيها مواد قلوية، فلازم يكون على القد. تماما تماما. هلا بعد ما حطيتهم هيك بس دقة بسيطة حتى ياخذوا شكل القالب.
هن رح يجمدوا فورا بس ما رح نستعملهم لبعد شهر. هلا بدهم لتاني يوم تقريبا حتى يجمدوا، فيني اشلحهم للقالب، بضلوا يوم كامل، ثاني يوم فيني اشلحهم للقالب اللي عندي وتركهم معرضين للهواء لمده شهر تقريبا حتى كل عمليه التصبغ تكون صارت بشكل تام. تمام. طيب فينا نحكي عن جودتها، هي اللي هي رح تكون يعني اذا عملنا هي اللي هلا انت طبقتها، تمام، قديش جودتها؟ فيك تقول عنها جيدة أو ممتازة؟ إذا فيها زيت زيتون وزيت جوز هند فرح تكون جودتها ممتازة. تمام. فيني استخدمها يعني لجسم كامل ما فيها أي مشكلة، ولكن إذا استخدمت مثلا بس زيت دوار شمس إذا بس لحاله فرح يحتاج مثلا لكل كيلو 135 جرام هيدروكسيد صوديوم، ولكن رح تكون رح يحتاج وقت كثير طويل حتى تتجمد عند الصابونة، مش شهرين تقريبا، رح تكون جودتها كثير سيئة. وبيستخدمها بس مثل ما بسموها صابون التواليت، يعني بس بعد يعني بس بغسل فيه ايدي بس، يعني ما بستخدمها للجسم ولا بستخدمها للشعر ولا شيء. تمام. اذا زيت زيتون مثلا كثرت نسبه زيت الزيتون اللي عندي مثل ما نحن مستخدمينه هون ففيني استخدمها للشعر مثل ما بسموه صابون الغار مثلا يعني. تمام. اكيد في صابون الزيت اكيد كمان هو موجود بالاسواق والكثير من الاشخاص بيستعملوه ان كان لوشهم او حتى لشعرهم. طيب نحكي شوي عن مده صلاحيتهم، هل انن بعد هدول الشهرين قديش هو ممكن انا اخليه؟ بعد شهرين الصابون خلص بتضل في صابون كل العمر حلبي صار له سنين وما احلاه لسه ان شاء الله ما بيصير له يعني كل ما عتق اطيب. تمام. صابون هو بالنسبه للصابون كل شيء مواد صلبه فهي صعب كثير لتتخرب، يعني ما بتتخرب بسهوله، بينما المواد اللي فيها نسبه مي عاليه او فيها كريميه مثل القوام هي بتتخرب بعد فتره لانه صار فيها ضمن تركيبتها مي. هلا هون المي هون بعد فتره حيتبخر رح تصير بس كتله صلبه، كتله صلبه هي ما لها بيئه مناسبه لنمو الجراثيم والبكتيريا، فمشان هيك رح تكون هي تضاين مدى الحياه. يعني شوفوا الوصفه قديش ظريفه، اعملوها بعد شهرين استعملوها وخلوها عندكم قد ما بدكم. ابراهيم بدي اتشكرك على وجودك معنا لليوم على هالشيء اللي قدمته لكل اللي عم يشوفونا، ان شاء الله يكونوا استفادوا منه ان شاء الله. شكرا يا ابراهيم وشكرا يا مشلين، يعطيكم الف عافيه والروائح لهون وصلت يعني كثير جد فحت الريحه طيبه طبعا ريحه صابون اصيله